بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة السابقة أشرنا إلى بعض الروايات التي تفسر لنا مفردة المنذر ومفردة الهاد، وقلنا المراد من المنذر رسول الله والمراد من الهاد الإمام أمير المؤمنين، وذكرنا بعض الروايات، والآن نشير إلى الروايات الأخرى التي تدل وتؤيد هذا المعنى. أبي برزة الأسلمي يعد من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، يروي لنا هذه الرواية الشريفة، يقول: دعا رسول الله بالطهور وعنده علي عليه السلام، فأخذ بيد علي بعدما تطهر فألصقها بصدره، ثم قال: إنما أنت منذر، ثم ردها إلى صدره، ثم ردها إلى صدر علي، ثم قال: ولكل قوم هاد. تقول الرواية: ثم بعد ذلك خاطب النبي الأكرم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذه الكلمات القيمة، قال له: إنك منارة الأنام. لاحظوا التعابير من النبي، النبي لا ينطق عن الهوى، وغاية الهدى، وأمير القراء. أشهد على ذلك أنك كذلك. وفي رواية ثانية قال رسول الله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنت منار الإيمان وأصل الدين وغاية الهدى وأمير العز يا وأمير الغر المحجلين، أشهد لك بذلك. هنا إخواني المستفاد من هذه الآية الكريمة والمستفاد من الروايات المروية ذيل هذه الآية في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني الحنفي المتوفى في القرن الخامس للهجرة، بأن الروايات جمعت بين النبوة والإمامة، وبعبارة أخرى وبعبارة أدق، المستفاد من هذه الروايات المروية في مصادر إخواننا أهل السنة وفي غير ذلك، بأن مسألة الإمامة استمرار لمسألة النبوة. هذه تعابير لم يستخدمها النبي الأكرم لأحد من الصحابة غير لأمير المؤمنين. أنت أصل الدين، يلزم أن نفهم
ما معنى الدين الذي يعبر النبي الأكرم عن أمير المؤمنين بأنه أصل الدين؟ هذا إخواني معناه بعد رحيل النبي يلزم أن نأخذ ديننا من علي بن أبي طالب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.